ترى ريبة كاملة راك كتبتني موت انا اول شفت تحت التراب. بعد شو رأيك داكشي اللي قال لسيدنا؟ سيدي رعينا لا اله الا الله، اعطونا ذكر بحضري الله يرحم ليه والوالدين، ما باقيش واحد يشوفوه كاع. اكتبوا علينا اليوم اجيك الكود، اجيك الكود، اجيك الكود. حوايجنا ما ياما حطوتني ارفع على برا، فين نخرج انا، فين نمشي؟ وربي راه كاين. راه عندي ورقة الهدم والطرا ريبة كاملة راه كتبتني موت انا اول شفت تحت التراب. عرفتي كل ما واحد في الجيران اللي خرجنا عرفتي لا اله الا الله، راجل كان خارج خدام وحنا راه قهرنا البرد، لا اله الا الله يجي له معنا شي حل. راه جي ما تقيدوا 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 شي تقيدة ما درنا، راه لا اله الا الله عاش الملك. حنا لحقنا في واحد المركب في دار التنسي، جابونا من هذاك المركب كاع عطاو لهذوك الناس، حنا بقينا عطاو لي فجورهم وحنا بقينا الله الله. جينا لهنايا لحقنا في دار في المركب الاخر وراه قهرنا البرد، لا اله الا الله يجي له معنا اي شي حل. بيتنا حنايا في البرد والفقسا والجوع والعطش، لا اله الا الله شي حل ما داروه معنا. راه كان تنباتو غير في البرد وتنباتو غير في تمارة، تقول لك غدا تقيدي وجيتي تقيدي يقول لك عاوتاني تقيدي، جيت تقيدي يقول لك عاوتاني تقيدي. راه سيدي رعينا لا اله الا الله، اعطونا ذكر بحضري الله يرحم ليه والوالدين، ما باقيش واحد يشوفوه كاع نهائيا. هتقهرنا ربي اللي مطلع، وكاين ناس مساكين ما عندهم مساكين درهم هو الاخر، وتيقول لهم الباشا او سيري حتى الغدا او حتى المغد غدا. درت معاه ول البارح الجوج وهرب عليا، لحقت عليه حتى الطوموبيل، قال لي يا سيري راه التتبيه ديالي كتب لي البارح مشيت عنده ما لقيتوش كاع نهائيا. راه وليدي لا اله الا الله، راه عاش الملك، راه دار معنا الخير، معبر خلانا زعما يعني لا اله الا الله. كان بات اولادي خليتهم عند عباد الله، وانا مسكينه راه تنعس في النص ديال البيت ما عندي ما ندير فيه، وتنقول غدا غيجيني الكود، بعد غدا غيجيني الكود، مازال كون جاني والله ما نبات فيها بالله وربي راه كاين. جابوا لنا الورقه ديال تريبان البارح قال لك تخوي، وما عاتي لنا التاريال، وعندي المراه مريضه بالقلب كاع ما عندي حتى باش نشري لها الدواء، وغير قاعد ما خدام ما ردام. هاد الناس راهي تيضحكوا عنا، راه تقيدنا 70 خطره والو، سير الملتمس صافي دايز، فين دايز السماء وشي حاجه ما كاينه. اشنو المطالب ديالكم انتم بقر؟ ها؟ دابا انتم شنو؟ بينا حنا داكشي اللي عطانا الملك الله ينصرو، راه شي تيعطيوه وشي ما تيعطيوه، وتيقبدوا غير دوك اللي كاع ما مقيدين في الملاح. حنا في السكنه الملاح ما داروا لنا والو، 3 شهور ونص هذه جات جوج الباسه والقايده تتبلاو لنا اليوم غدا اليوم غدا، والوالده هي المريضه ها هي احشومه هادشي. اكتبوا علينا اليوم اجيك الكود، حتى اجيك الكود، حتى اجيك الكود. والطا ديال اللي ساكنين في دلتوبا 25 ما داروا معنا والو. انا كاريه بيت كاريه بيت مع الجيران، وقيد دابا انا راسي من نهار جا الزلزال، وحنا قاعدين في الزنقه. انا الدار دابا هي الترياب، عطيني ورقه تاع الترياب، ها هي بيريبو الدار فين كاريه، وقالوا لي خصك تهزي حوايجك وتخرجي، وانا ما عنديش انا فين نمشي، انا قاعده دابا هي في مركب، حوايجنا ما ياما حطوتني ارفع على برا، فين نخرج انا، فين نمشي؟ يقولوا لنا حنا فين ما نمشيو. عرفتي وراه داكشي اللي قال لسيدنا، قال لك اللي مضرور بالزلزال عوضوا ليه، عرفتي وراه حنا داكشي اللي قال سيدنا عاش الملك. دابا حنا من سكنه الملاح، جينا من الملاح تمشي للباهيه، تقولنا راه كاينين في السيستيم مسجلين حنا من نهار الزنزان، مسجلين شي 6 الخطرة ولا 7، حط البصمات تمشي تما تكا في السيستيم، كنجيو عدد الناس، تكا هذوك الناس ما وصلونا بوالو، هذوك المقدمين تما راه بايعين شارين ولا الله أعلم اش دايرين اخويا، هاجي يلاه الهضرة. المشكل تاعنا داكشي اللي عطانا سيدنا، احنا تجرنا كاع رايبين. أنا خارج دابا كاري، أنا خارج كاري دابا، والله إلا كاري بالقسم، والطرا ريبة، وما دايرين معنا والو. سير واجي سير واجي تبلاتي تسخو فينا تعدونا حرام ماشي وصفتو معك تمشي عند الباشا تيصيفط معك تعطيك واحد من العمره تمشي معاك تشد لك خاطرك تعطيك فنيضه الراس وتمشي في حالاته.